أختار لك للعالمي، جود لك للحساوية والحسا، نقول هار لك أيضا لأهل الحسا الثانيين أيضا فريق الاتفاق. شفت مباراتين بمشاري؟ والله شوف الدوري السعودي ممتع للأمانة، يعني قاعد تشوف ما في فريق كبير تحس انه يلعب اي لعبه انه راح يفوز فيها. الدليل نتائج متقاربه، كل جوله مثل البورصه. الشباب متصدر فرق 5 نقاط، حاليا خسر 3 نقاط. الاهلي نفس الشيء، كان بيده انه يفوز او يتعادل ويوصل حق ان الشباب خسر 3 نقاط، هم نفس الشيء خسر. الوحيد اللي استفاد من هذه الجوله اللي هو الهلال، اللي قلص الفارق من 5 نقاط وفوز. اللي حاليا كل جوله راح تلقى فريق يستفيد منها وفرق ما تستفيد، يعني نتائج مثل البورصه، الجدول متغير. نفس على فكره نفس الدوري الاماراتي نفس كذلك. نعم الفرق نعم. ما في فريق كبير ضامن كل لعبه انه يفوز. نعم يوصلون حق بعض وينزل الترتيب. ابو متعب، النصر متوافقين مع ركلات والله بعد فوز على الهلال 3-0 بعدها نتائج صراحه سيئه. نعم ما ترقع ها؟ ما ترقع والله سيئة من صاحبنا ومبارك عاد دون سيري تعال اخذ. اي والله شماتة. لا هو ما خلوا حمد الله يشوت ماكو فايدة، الحين خلوا بترس يشوت هم ماكو فايدة. النية لان النية مهي زينة مبين. لا تصير بسعود. لا صدقني النية مهي زينة. مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي يعني جوارديولا وصل مرحلة قال احتمال اخلي ادرسون يشوت بلنتيات حارس المرمى لانه بس خلاص مو ماشي معاهم. تحصل بعض المرات. بس دوري ممتع صراحه. صحيح طبعا ممتع طبعًا. ممتع بالاعلام، الناس قاعد تشتغل، اداره، لاعبين، محترفين، كل شيء متعك فيه الدوري. صحيح فرق عن دورينا.